اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمة. ازيك كابتن عادل؟ الحمد لله على السلامه. شرف ومنور. الله يسلمك. ربنا يخليك. اخبار حضرتك ان شاء الله؟ امك ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله. الحمد لله. كابتن خليني ابدا مع حضرتك بالترجي مباشره. كيف ترى هذه المباراه يوم الجمعه؟ يعني باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه هو طبعا أنا بعتبرها مباراة كؤوس. الشوط الأولاني أعتقد أنه كل اللعيبة بما فيهم الجهاز الفني بما فيهم الجمهور عاملين حسابهم أن المباراة دي مباراة كاس، ما فيهاش هزار. الشوط الأولاني أنا ماليش دعوة بالنتيجة بتاعته، لأن النتيجة بتاعته مش هي دي اللي هتوصلني أن أنا ألعب النهائي. وبالتالي الماتش اللي جاي ده ماتش وأعتقد أن الجهاز الفني والجهاز الإداري ومجلس الإدارة وكل اللاعبين مقدرين أهمية المباراة ديت، ولذلك الاستعدادات على أعلى مستوى. الراجل لن يتهاون إطلاقا في المباراة، قاريها كويس وهو قاري فريق الترجي كويس. وأعتقد أنه الماتش الأولاني لعب بطريقة عبقرية جدا، عملية الاستحواذ في وسط الملعب بعد ما جبنا الجول الاولاني ابتدى يبقى فيه عمليه ضغط ثم رجوع بسرعه، وبعدين بيلعب 4-3-3، وبعدين احيانا بتبقى 4-1-4-1. ف عمليه سرعه الارتداد في الهجوم وسرعه الارتداد وسرعه التقدم في الهجوم، الحقيقه كلها كانت في غايه الروعه. كان اداء رائع جدا، التزام على اعلى مستوى في المباراه. عجبني جدا في المباراه ديت كابتن اسلام انه كان في شراسه في الاداء، والحاجه دي ان شاء الله تفضل مستمره. عندها الشراسه دي هي موجوده، ولكن كانت موجوده عايزينها اكتر كمان من كده. الماتش اللي فات كان في شراسه في الاداء، التحامات قويه، سرعه استخلاص الكوره، الهجمات المرتده. النتيجه كانت بمنتهى البساطه كانت تبقى اكتر من 5-6 في المباراه ديت. المباراه ديت اعتقد اللي جايه هي مباراه كاس، لكن في نفس الوقت هيقرا المدير الفني بتاع الترجي هيلعب ازاي وهتقابله ازاي. هو ما عندوش اي فرصه الا ان هو يهاجم من البدايه. ممكن تفكيره يبقى هاجم من البدايه بكثافه قويه جدا، واتحمل ان انا ممكن يجي فيها جول واثنين وتبقى مساله خطيره جدا، واللي على اساسها المدير الفني نبيل معلول استقال. هل هو هيلعب بنفس الاسلوب ان انا زي الشوط الثاني ما كان بيهاجم بكثافه وكانت الهجمات المرتده بتاعتنا كانت خطره جدا؟ هل هو هيبتدي يامن الدفاع ويعمل على المرتده؟ طب النتيجه دي مش هتفيده، او الطريقه دي مش هتفيده ان هو يجيب 3 جوال او 4 جوال في النادي الاهلي. وبالتالي المدير الفني هيبقى مذبذب. قرايه المباراه من بدايتها وترحيلها من ربع ساعه لنص ساعه لهاف تايم لاول ربع ساعه من الهاف تايم الثاني، الاوقات ديت كولر بيبقى عامل حسابه فيها كويس قوي، وعامل حساب التغييرات وعامل حساب التدوير، بحيث ان هو بيبقى قاري المباريات اللي جايه واللي بعديها، وامتى يريح وامتى يدفع، وبيستغل حته المنافسه بين اللعيبه. منافسه قويه جدا ما بين كهربا وشريف، منافسه في وسط الملعب عمرو السوليه وحمدي وديانج ومروان، خالد وهاني تنافس. هاني مستوى عالي جدا، لما خالد جه تحس ان بقى فيه نوع من الحب اللي كل واحد بيحب اللعب. طبعا في منافسه شريفه، لكن في حب شديد جدا. الدرجه دي من التركيز والحب واوضه اللبس الرائعه، ربنا يديمها يا رب ان شاء الله. فاعتقد انه المباراه دي هتبقى مهمه جدا لينا، وان شاء الله نعديها على خير ان شاء الله.